الثقافي لنهار اليوم. وفي البداية، وفي مبادرة هي ثانية من نوعها للأطفال المصابين بمرض التوحد وتحت عنوان دير الخير وانساه، احتضن قصر الثقافة عبد الكريم دالي بولاية تلمسان حفلا فنيا أحياه كل من الفنانين حميدو ومريم بن علال. إن كان الحفل بطابع إنساني محض، تقول فاطمة زهرة جوال وتوفيق الأمير ضيف الله. تحت عنوان دير الخير وانساه ولفائدة الأطفال المصابين بمرض التوحد، احتضن قصر الثقافة عبد الكريم دالي بولاية تلمسان حفلا موسيقيا أحياه كل من الفنانين حميدو ومريم بن علال بالتنسيق مع جمعية مرضى التوحد. هذا الحفل يعني هو من بين النشاطات تاع التحسيس حول أطفال المصابين بالتوحد. إن شاء الله الحفل هذا اللي قمنا به كان ناجح. المبادرة لقيت استحسانا كبيرا من طرف أولياء الأطفال المصابين بمرض التوحد والمهمشين الذين لا يستطيعون التواصل مع الغير ويعانون في صمت. مبادرة كما هذه فريدة من نوعها، إن شاء الله تكون سنة حميدة لتقام ماشي غير بولاية تلمسان، بكل ربوع الوطن. في ظل الإمكانيات المحدودة للجمعية خاصة وأن مقرها لا يتسع للعدد المتزايد للمرضى، الأمر الذي دفع بالفنانة مريم إلى تنظيم هذا الحفل لجمع التبرعات من أجل خلق قسم للشباب بعدما كان مقتصرا على الأطفال. هذا الحفل نظمته خصيصا باش نعاونوا بالتبرعات جمعية توحد لمدينة تلمسان، اللي راه محتاجة للتبرعات تاعنا، محتاجة للدعم المادي باش تكبر لو سونتر تاعها وتعمل جهة سبيسيال بور لي زونفون اوتيست ادوليسون. الحفل الذي شهد إقبالا منقطع النظير قررت الجمعية جعله سنويا للتعريف بهذه الشريحة وإدماجها في المجتمع وتقاسم حمل همومهم مع أوليائهم.